الحكومة الباكستانية اطلعت على تقرير اللجنة القضائية المكلفة في التحقيق بمقتل بن لادن منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أنها أبقته طي الكتمان رغم أن اللجنة أوصت بنشره على الملأ. هذا ما أكده جويد إقبال رئيس اللجنة الباكستانية للتحقيق في مقتل بن لادن لبي بي سي في اتصال هاتفي. لجنة التحقيق سلمت النتائج إلى رئيس الوزراء بيرفيز مشرف في 2 يناير كانون الثاني الماضي. أجهزة الاستخبارات العسكرية والمدنية والشرطة فشلت في أداء مهامها وتتحمل مسؤولية الحادث. شمل التقرير على 100 توصية وطلب بمحاسبة المسؤولين، وبحسب القانون يجب إعلان نتائج التقرير ونشره وتقديمه للعموم، وهو مسؤولية الحكومة وليس لجنة التحقيق. مقتل بن لادن شكل أحد أكثر الفترات إحراجا في تاريخ باكستان، فشكلت لجنة قضائية بعد طلب البرلمان إجراء تحقيق مستقل. المكلفون بالتحقيق أجروا مقابلات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار وأرامل بن لادن الثلاث قبل ترحيلهن إلى السعودية. أثبتت إفادات الشهود وجود إهمال وانعدام في الكفاءة على جميع مستويات الحكم التي أجازت لبن لادن الإقامة في البلاد خفية طوال أكثر من 9 سنوات. ورغم أن اللجنة لم تعثر على ما يثبت التآمر، إلا أنها لم تستبعد إمكانية تقديم مسؤولين رسميين حاليين أو سابقين نوعا من الدعم له. فلدى انتقال بن لادن إلى أبوت أباد أغلق جهاز الاستخبارات الباكستاني ملف تعقب زعيم القاعدة. وحسب التقرير فإن شرطيا باكستانيا أوقف سيارة كان يستقلها بن لادن في أحد المرات للإفراط في السرعة، ولكن سائق السيارة رتب المسألة سريعا مع الشرطي وواصل القيادة من دون التوضيح كيف. وحول عملية مقتل بن لادن قال التقرير إن الرجل دخل إلى غرفته مع أصغر زوجاته الثلاث أمل قبل أن يستيقظا على ما بدا كأنه عاصفة بعيد منتصف الليل، فأسرعا إلى الشرفة، لكن ليلى كانت حالكة. عندها أدرك زعيم القاعدة أن الأمريكيين داهموه، فمنع زوجته من إضاءة المصباح ونادى ابنه خالد، وبدأت اثنتان من بناته في تلاوة القرآن، واستعد وابنه لوقفتهما الأخيرة بدون سلاح عند قتله. عندما شاهدت أمل جنديا أمريكيا يصوب بندقيته إلى زوجها من خارج غرفة النوم سارعت إليه، فيما هتف الجندي لا لا وأصابها في الركبة. بعد الغارة غادر الأمريكيون وأخذوا أغراضا تشمل معدات كمبيوتر وأغراضا شخصية تشمل الذهب ووصية بن لادن التي قالت إحدى زوجاته إنها ليست سياسية وتتعلق بشؤون شخصية وعائلية، وطلب فيها بن لادن ألا يسعى أبناؤه إلى زعامة تنظيم القاعدة.